أنا لو أنساك وأنسى روحي وياك ونضاعت تبقى في ذاك لو تنساني وساكن في حي السيدة وحبيبي ساكن في الحسين وعشان أقول كل الرضا يومات أروح له خاطئين بنادي عليك بنادي عليك بنادي عليك بحبيبة قلبك يا ولدي انت ايه يا جميلة انت فين؟ ايه؟ قولي منيرة 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 ايه؟ ايه؟ على مهلك شوية العلم يمين ويا الساعة كام بقى دلوقتي؟ احنا لسه بدري بدري قوي انا مش عارف انت بتنام بدري ليه؟ ده حتى الليلة دي ليلة الخميس تبقى ليلة مفترجة صباح التاني يوم الجمعة مفيش حاجة ومولع جسد ليه دلوقتي؟ ده عبد الحليم عبد الحليم حافظ واللي فكرك بعبد الحليم حافظ الساعة 2 بالليل؟ عبد الحليم دايما على البال بس المشاغل هي اللي بتخلي الواحد ينساه وده احنا بنفتكره كل مدة لما تبقى الأحوال مش بطالة بقولك ايه يا أحمد نام ولا أنت نسيت مش أنا اللي لو رحت جننت الحيوانات يقفشوني يقفشوك يحطوكي مع الغزلان والطيور والبلابل ولا انت عارفه ساعه ازاي الواحد ساعات بيلطش بالكلام طب انا هقول لك على حاجه ايراد المحل زاد النهارده 300 جنيه اشمعنى؟ عشان الليله دي ليله الخميس يديك برضه بركه ليله الخميس تقوم على المحل وما تقومش على البيت هنا طيب طيب روح شوف العيال ناموا ولا لسه ماما نايمين حضرتك بقالك كام سنة بتقرا الكلام ده؟ والله سنين كتيرة قريت وأنا تلميذ وقريت وأنا موظف وقريت وأنا عازب وقريت وأنا متجوز وعندي عيال وقريت وأنا بكامل صحتي وقريت وأنا بعيد عنك وعن السامعين وأنا عندي المرارة كله كلام يا ابني كلام الله أمال بتشتري جورنال ليه طيب؟ مرض والعياذ بالله طب ما فيش حاجة هترخص حاجات كتيرة هترخص وتبقى بسعر التراب أنا وإنت والأستاذ وحضراتهم أجمعين وسع يا سيدي وسع يا أخويا وسع يا سيدي
عن اذنك يا مدام، يا مدام ما يوقفوش بالعرض كده في الاوتوبيس، خصوصا الستات. الوقوف يا مدام لازم يبقى بالورد. يا سلام، عجبتكم الهيافه قوي. ولو في حاجه جد يبقى بوسكوا شبرين، جت كل بلا فيكم في ايامكم. بس يا سيدي، بس يا بتوع معلش، يا بتوع السيره ما تفرج. بس يا سيدي، بس يا لازم تدوز عارفه بترصصها الصناديق او مستريحه عنكم، ولو حد ضغط عليها تفرح. اصلها متعبيه جاز. يا سلام، حضراتكم متعبين ايه؟ ده انا الرايب لو يطلق يبقى جبنا قريش. يا جبنة يا اللي صوتكم ما يعلاش الا في الفرقة، خليكم في اللي انتوا فيه. ربوا العيال وروقوا نفسكم ليلة الخميس، ويوم الجمعة اتوضوا وروحوا صلوا، وكفاية عليكم الدعاء ورا الإمام. جاتكم 60 نيلة. اغلب الناس دلوقتي بتشرب ميه الازايز. الميه بتاعتنا احلى من ميه الازايز. الناس بتخاف تشرب منها في البيوت. ينضفوا الخزانات بتاعتهم، والحكومه تبعد شويه مواسير المزارع عن مواسير الميه، هتبقى زي ما فيهاش اي حاجه. وزوناتك كترت قوي يا استاذ احمد. اهلا يا سياده المدير، عن اذنك. اصل يا فندم كنت بخلص اجراءات نقل ولادي للمدرسه. الاسبوع اللي فات خدت اذن عشان تخلص الاجراءات دي. الموظف المختص ما كانش موجود، كان في دوره تدريبيه. خد اجازه. رصيدي خلص، رسالتك عارف. بدل مع زميل من زمايلك، خد ورديت بعد الظهر. ما اقدرش اشتغل بعد الظهر، لان انا بشتغل شغلانه تانية بعد الظهر. انا مش مسؤول عن شغلتك بعد الظهر. يا فندم من غير شغلانه بعد الظهر ما اقدرش اعيش. اديني مرتب اللي يكفيني وانا بطل شغلانه بعد الظهر. انا مش الحكومه. سياده المدير، انا هحكم سواء خدت اذن او ما خدتش. طب اخرج كده؟ اخرج وانا هحولك على التحقيق. بلاش التحقيق ده احسن. ليه؟ عشان هقول على كل حاجة. ايه؟ هقول على كل حاجة. امشي امشي امشي. سيادة المدير. ايه؟ السلام عليكم. هو اخر دور ده يبقى الدور رقم كام لو سمحت؟ دور 13. ايه الهنا ده؟ ده انا احب الارقام النحس دي قوي. يا سلام، امسك امسك يا راجل، انت نهارك ابيض وزي الفل. امسك. شوفنا ساعة الباشا. امسك 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 يا استاذ، اتفضل، نهارك ابيض ان شاء الله. الاخ شكله محتاج فلوس. لا متشكر. لا ازاي متشكر؟ ايه، خد 10 20 30 اللي انت عاوزه. لا لا، مستور الحمد لله. هو الدور 13 في ايه بالظبط؟ مباحث الاداب. أدب؟